للتاريخ ترى النصر لم يسبق بتاريخه نحقق البطولة العربية. شوف ترى للتاريخ اليوم أثبت النصر أن العربية بالفعل صعبة قوية. وهذا يفترض على أول كلمة يقول وهذا يفترض النصر لكن العالمية العربية صعبة قوية والعالمية لم يسبق بتاريخ والعالمية لم يسبق لا تك ما جبتها الهلال حقق الأسوية حتى حقق الشوف فيها الهلال وصل للعالمية ما عنده قضية لكن ما عنده قدر لكن نصر لم يصل خلاص يا شباب